موشي موشي يا أساطير، رجعنا بالقسم الأخير من حكاية ميوهي وهيون، فحضروا حالكم لنهاية دسمة وحلوة، ولو ما شفتوا الأقسام السابقة فالرابط بأول تعليق. قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وليتس جو. طيب يحكي لها هيون بليز لا، لا تحكي معها لأنه كل اللي بدها إياه منك راح يكون العملية وراح تضل تقنعك تعمليها، وإحنا بدنا نتجنب الخطر، وبيطلب منها من اليوم ما تزور أخوه. تحتار ميوهي شو تعمل، وبتحس بالحزن إنها ما حتشوف مون يلمحها كان، وبيحس باضطراباتها وبيسألها عن اللي صاير، وبيقدم لها كاسة نسكافيه فبتسرقها سانهوا، وبيتخانقوا الاتنين سوا قدام ميوهي، فبتسألهم هل انتو مرتبطين؟ فبيخجلوا الاتنين وسانهوا وهو بيحكوا لا، فبتعصب سانهوا انه كون حكى لا. المهم بتروح ميوهي تحاول ترجع تقنع هيون يروحوا لعند مون، وانها مو قادرة ما تشوفه فبيقتنع، ولما بيوصلوا بتشوفهم ام مون وبتقولهم مو ضروري تضلوا تزوروا، وبتحكي لهيون ما كنت بعرف انك بتحب اخوك لهالدرجة. طبعا هيون مو شايف الفضة منها ومو طايقها، ولما بتمرق جنبه بيقولها كنت عم بتدوري على شي بنت بتحبي ادور لك عليها والاقي لك اياها، وبتشعري بالخوف. طبعا بتخاف وبتسأله عن شو عم تحكي، فبيقولها انت بتعرفي عن شو، واذا بدك ما اخبر حدا وجدي بالذات بالموضوع لازم تتعاملي مع ميوهي بشكل افضل. واه صحيح كمان وقفت لك محاولتك. وبيبعتوا للميتم رسالة يخبروها فيها انهم ما قدروا يحصلوا على ميوهي وبيعتذروا، وبتشعر بغضب كبير. بيفوتوا هيون وميوهي لعند مون وبيحكي لهم قلت لكم ما في داعي تيجوا لعندي كل يوم، فبتحكي له ميوهي انها بتحبه ومو بايدها، فبيحكي لها عادي عمري قصير ومكتوب لي اموت، فبتزعل وبتقول له مين حكى هالكلام، فبيقول دكتوري. فبتلمس ميوهي ايده وبتقوله آسفة انه ما رح اجي الفترة الجاي، وبينتظم من اللي شافه وبتسوق حالته اكتر وبيبلش يكح دم. عكل حال بيروحوا للطبيب ليسألوا اكتر عن حالة مون، وبيقولهم انه لازم يستعدوا للأسوأ. اما دان فبتوصل عند مون وبتشعر بحزن لانها عارفة نهايته، وبتتذكر كل اللحظات اللي قضوها سوا وحياة مون البسيطة، وانه بيفرح على اي شيء، وبتتذكر كيف انه مون قال لهم شكرا على كل شيء وعادي لو اخذت روحي، وبتحس بحزن. بينما ميوهي بتبلش تبكي مع هيون وتقول له انها مو قادرة تترك مون يموت ببساطة، وانها رح تنقذه وتعمل العملية، وبيتخانقوا الاثنين سوا. بتفوت لغرفته وبتلاقي دان موجودة، فبتضمها وبتقولها انت هون لا تنقذي مون صح؟ فبتحكي لها دان للأسف انا هون لأخذه. تنصدم ميوهي وبتوقف بوجهها وبتقولها ما رح اسمح لك، وباللحظات بتفوت والدة مون وبتضمه وبتبلش تبكي وتسأل شو حكى الدكتور، فبتكذب ميوهي وبتقولها بس انه بده شوية راحة. وبعدها بيروحوا ميوهي وهيون للطبيب وبتخبره انها بدها تعمل العملية بس تضل هويتها مجهولة وما بدها حدا يعرف فيها، وبتبقى مع هيون بالبيت لكم يوم، وبتقول له انها حزينة وبدها بس يعيشوا بسعادة، وبيقرروا يجيبوا قطط لما تنتهي هالقصة ويعيشوا سوا. وأخيرا بيحين وقت العملية وبيروح هيون ليشوف مون اللي بيقوله لازم أحكي معك على انفراد، وبيحكي له بعرف إنه ميوهي هي اللي رح تتبرع لي، بس اسمع مني منيح ميوهي ما رح تفيق بعدها، لهيك لازم بعد العملية تيجي وتمسك إيدي أول شي. فبيحكي له هيون نعم، فبيقوله مون أنا بشوف المستقبل. وفجأة بتلاقي ميوهي حالها بمكان غريب ولابسة أبيض، وبتشوف دان ماخذة مون تمسك إيده وبتحاول توقفهم، وبتهددها دان وبتقولها تتركه، لكن ميوهي بترفض. بيحاول مون كمان يقنع ميوهي تتخلى عنه، لكنها بتصر على الرفض وبتبكي وبتعترف له إنها أخته الحقيقية، فبيحكي لها إنه بيعرف وكان بيعرف كل الوقت، لهيك حاول يستفز جوم لحتى ينقذها هو وهيون، وكان عارف انه هالشي رح يزارع بموته بس ما كان همه، كان بده هما الاثنين يعيشوا بسعادة. لهيك بما اني بعرف المستقبل هاد الافضل، وبيحكي لدان بعرف انه استدعتني ملكة العالم السفلي وهناك رح اترجاها ما تقتل ميوهي وهيون كمان، لكن ميوهي بتبكي
وبتقول له كيف عرفت انه رح نعيش بسعادة؟ امسك ايدي وشوف اي سعادة رح تكون بعد ما نتخلى عن قطعة منا، ومستحيل اسمح لك بهالشي. اما هيون فبيعرف انه لم يهي ولا مون فاقه من العمليات، وبيقتحم غرفة مون والكل عم بيحاول يمنعه وبيحاول يوقفه ويلمس ايده. بوقتها بيشعر بشرارة غريبة، وبعدها بتمسك ميوهي مون وبتضمه، وبتحكي لدان تستسلم وخلص. لكن دان بدأت تنقذ جون، لهيك بتغضب وبتقول لميوهي رح تضطريني أجبرك تتخلي عنه، وبتبلش ميوهي تاكل ضرب وهي رافضة. ودان من صدمة، وفجأة بيظهر هيون كمان وبيضمهم، وبيقول لدان تتركهم وتنقلع. فبتتفاجأ دان إنه هيون صار هون كمان، بينما بيقول مون الحمد لله إنك جيت، يلا خد ميوهي واهربوا. فبيحكي له بلا غبا رح تيجي معنا وما رح نتخلى عنك. وهيك بتفهم دان ليش شافت الثلاثة مع بعض من قبل. وفجأة بيوصل جون كمان وبيقولها شايفة هالأغبياء؟ فبتنصدم كيف صار هون. فبيحكي لها انه هرب، وبيطلب من دان تقاتل الحاصدين اللي لحقوه، بينما بيتحول لقطة وبيطلب من البقية يلحقوه. وبتعتذر دان من ميوهي، وفجأة بتفيق ميوهي وبيخبروها الممرضين انه مون كمان فاق، وانه رح ينقلوا الاثنين لنفس الغرفة حسب رغبة الوصي عليهم. فبتسألهم ليش مين الوصي علي؟ فبيحكوا لها والدتك. وبتوصل ميوهي لعند مون، وبتوصل امهم كمان وهي خايفة لا تطمن عليها، وكمان هيون. وبيشرح لها هيون انه لما اغمى عليه بطلوا دكاترة عارفين شو يعملوا، وكان بدهم حدا ليكون مسؤول عن كل اللي عم بيصير، لهيك اتصلوا على امون وخبروها مين المريضة الثانية. بتحاول الام تحكي وتقولها اسفة، وبعرف انه كل شي رح احكيه رح يبين عذر تافه، بس انا ممنونة لإلك. وبتقولها انه ولدتها بعمر صغير واهلها اخدوها وحطوها بميتم وحكولها انها ماتت. وبعدها قابلت والد هيون وتزوجته وجابت مون، ولكن مات والد هيون بعد فترة قصيرة، فحست بخوف وكأنه في حدا رح يسرق ابنها منها، لهيك خبته عن اخوانه. وبعد كم سنة عرفت انه ابنها بيشوف المستقبل، وصارت تتقدم معلومات للجد لتتطور الشركة اكتر على امل تنقذ ابنها. وبيوم من الايام سألها مون اذا عنده اخت كبيرة، انصدمت وراحت تسأل بدار الايتام بس ما لقيتها. ولما عرفت انه ابنها مصاب بفشل كلوي وهو شي وراثي من جهة عيلتها، خافت كمان تكون بنتها عاشت هيك شي، لهيك قاعدة تدور اكتر لحتى تساعدها لو بس بالمال. وبتبكي امها كتير وبتحلف انه هاي هي الحقيقة، وبتقولها معك كل الحق ما تصدقيني. فبتحكي لها ميوهي بصراحة حسيتك كذابة وانك دورتي عني لا تنقذي مون، بس بكل الاحوال شو رأيك نرجع نفتح صفحة جديدة؟ فبتشعر الأم بفرح كتير. وبيستدعيهم بعدها الإمبراطور أليشن وهو اللي شافوه من قبل وتدخل بحياتهم، وبيسأل ميوهي وهلأ عندك رغبة تعيشي؟ فبتقوله طبعا. فبيسألها طيب مستعدة تعطي نص حياتك لهيون؟ فبتقوله أكيد، وهيون بيقول مستحيل. فبيضحك عليهم وبيسأل هيون كمان هلأ عندك الرغبة تعيش؟ وبنعرف إنه هيون ما كان بيهتم لموته أبدا، مع أنه وصلته رسائل أنه رح يموت، ولا كان مهتم بأي شي. وبتنصدم ميوهي من برودة هيون، وبيقول إيشم يعني شوفوا على هاللمة، زلمة ما بيهتم بالحياة قابل بنت بدها تموت، عن جد ثنائي كئيب. وبيقولهم ضلوا حبوا بعض هيك. وبترجع في ميوهي وهي بالمشفى وهيون جنبها. تتخرج ميوهي من المشفى وبترجع لعملها وبتتابع الحياة هناك. وأخيرا تستعد ميوهي للزواج من هيون، وشوفوا وسام هيون بالبدلة، بيموتوا البنات لما يشوفوه. وبتروح ميوهي تجرب فساتين، وأخيرا تختار الفستان المناسب، وبينسحر هيون بجمالها. وبيتجهزوا وبيروحوا لزفافهم وبيحضروا كل اللي بيحبوهم. ترمي ميوهي فاقة الورد على سان هوا، فبتخجل كتير، فبيقترب كون منها وبيقولها أنا اللي طلبت منها ترميلك إياها، يعني باختصار عم يطلب إيدها. بينما جو المسكين يبقى هربان وضعيف بعد اللي صار، وبيبقى برفقة مون، وبيتشكروا ميوهي وهيون على كل شي لأنه هو اللي أنقذ حياتهم فعليا. وبيحكي لهم يخبروا لو إجا دان، وفجأة بتنط بوجهه وبتبهدله على كل الفوضى اللي ترك لها إياها. وبتحكي له لازم تروح تطلب المغفرة والسماح، وأكيد رح يوافقوا. بينما ميوهي وهيون عم بيعيشوا شهر العسل،
ومو مصدقين كيف الحياة اتجهت لهالاتجاه الحلو هاد، ومن كتر ما هي فخورة بهيون بتصرخ وبتقول هاد زوجي يا جماعة، وفجأة بينتبهوا على قطة لونها أسود وبتقدملها ميوهي أكل. وبما إنه ميوهي لهلأ بتفهم القطط بيقرروا يجيبوا قطط شافوهم من زمان أنقذوهم للبيت ليعيشوا عندهم، وبعدها بيصير عندهم بنوتة صغيرة بعيون ميوهي وشعر هيون، وبتشعر ميوهي بالغيرة إنه بنتها بتحب هيون أكتر منها. وبنعرف من مون إنه روح القطة ميمي برضه موجودة ببيتهم ولسه عم بتفوت أحيانا بالبنت، هالميمي مو راضية تموت. وبيتذكروا دان وجوم أول لقاء بينهم لما كانت رايحة تتم أول عملية سحب روح، وكيف كانت خايفة ومتوترة وساعدها جوم وبتقول له بوقتها كنت حدا كتير لطيف، فبيحكي لها يعني بطلت هلأ؟ وبينما كلهم عم يلعبوا ويضحكوا يسألهم مون طيب ومين أخونا اللي واقف يطلع علينا هاد؟ وبيعرف إنه هاد مبتدأ إجا للأرض وانصدم لما شافهم قاعدين بيلعبوا وبيتسلوا مع البشر. وبيحكي له جوم على فكرة حلو تقضي شوية وقت مع رفقاتك، ولأنك نوب لسه ما بتعرف بهالأمور وبتتأثر ميوهي فيه. أما هالنوب هاد فبيشعر بغضب كبير اتجاه جوم، لأنه جوم كان أفضل واحد بين الجميع وكان أسطورة ودائما على رأس عمله، بس اللي صار شي مختلف، صار هارب وكله بسبب ميوهي وبينوي على الشر، فبيشعر مون فيه وبيسأل دان إذا ممكن ينقتل جوم. فبتخبر دان جوم باللي حكى مون، وبيستغرب جوم إنه لهالدرجة كره هالمبتدئ يشوفهم مستمتعين، وبيعرف إنه هالنوب هاد راح يستخدم روح ويحولها لشيطان لحتى تهاجم ميوهي، وهيك يمكن ليقتل الاثنين، وبتكون دان متأثرة وحزينة كتير. وبيخبر مون ميوهي وهيون بالموضوع فبيحس بخوف كبير، وهيون بحس بالغضب وبيقولهم مون للأسف كبشر ما فينا نعمل أي شي، لهيك خبر دان وجوم وهم رح يتصرفوا. وبيخبرهم إنه جوم رح يحمي ميوهي بس ما بيقولهم إنه رح يموت، وبينصحهم يحاولوا يبتعدوا على الأقل هيون وبنتهم لحتى ما يتأثروا بالشيطان. فبتسأل ميوهي هل رح ينقذ جوم؟ فبيقولها لا ما تقلقي ما رح يصير له شي. فبتحكي له انت كذاب فاشل وبتسأله، فبيقولها للأسف ما فينا ننقذه بأي شكل. وبتقرر ميوهي تخلي هيون كمان يغادر لحتى يبقى مع بنتهم، لكن هيون بيقولها كل عمرنا بنقول رح نبقى مع بعض، وبينصحهم جون يهربوا لأبعد مكان لحالهم ويتركوا بنتهم عنده. عكل حال بيهاجموا حاصدين الأرواح النوب هاد وبتمسكوا دان وبتبهدله وبتقوله إنه مو بس عرض حياة ميوهي للخطر وإنما حياة الآلاف، لأنه هالشيطان ما رح يشبع من روح وحدة. وبيوصلوا لأرض قاحلة لحتى يبعدوا عن البشر، بينما بنلاقي الشيطان المرعب وصل، ولكن جوم عمل خطة مناسبة وجاب آلاف حاصدي الأرواح ليساعدوه. وبيكون مون متوتر وخايف عليهم، وبتفيق ميوسان بنتهم وبتروح تضمه وتقول له لا تقلق انت بتحكي المستقبل للناس وبيتحسن، فبيشعر بالاطمئنان. وفعلا بيتكاتفوا كل حاصدي الأرواح ضد الشيطان وبيقتلوا جوم. وبتحكي له دان شو رأيك فيه هلأ؟ ولما بيكون رح يتغزل فيها تنتبه انه لسه في وحش صغير جاي يهاجم جوم، وبتنط قدامه لا تحميه وبتاكل هي الضربة. وبينصدموا تماما وبينزلوا ميوهي وهيون ليساعدوهم، ولكن ما بتموت دان وانما بتفقد كل قوتها. بيحس جوم حزن كبير وبيقترب منها وبيعطيها كل قوته لتعيش، وهيك بتفيق دان. بينما يصغر جوم وبيقرروا يشتغل كمساعد مع دان لغاية ما يسترجع قوته، وهيك رح يعيشوا هالاثنين سوا وميوهي وهيون وبنتهم ومون بسعادة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الأخير من حكاية ميوهي، أخيرا خلاص عاشوا بسلام ولطافة وكانت نهاية حلوة كتير. وانتو شو رأيكم فيها؟ بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.